السلام عليكم شباب، وياكم علي من قناة علي هوكن. اليوم جبتكم ريبلاي جديد ماب سيرينز كوست. مثل ما تشوفون توب تير، افضل ماتش ميكر تنزل بيه حاليا بالدبابة فيرجن 4، تعرفون بيها دبابة او بي حاليا بهذا الابديت. ان شاء الله الابديت الجاي مثل ما تعرفون حيجيها نيرف. النيرف اللي حيكون بالابديت الجاي مثل ما تعرفون بالكابولا اختراق 200، البنتريشن مالته او المكان اللي اختراق قد تخترق 250. الابديت جاي حيصير 230، وهاي الكمبول الاخرى 230، واللور بليد لور بليد يعني هذا الجو يكون 185 176 تقدر تخترقه. معروف على هذا يعني الماب التي دي او الهيفي تقدر تكمبرون هنا بهذا الاتجاه بالكي 8 9 او والهيفي تقدم. تقدر انت اذا منا ميديوم او هيفي او دبابه هيفي عندك جان ديبرشن، فضل تطلع على جهه اليسار جهه السي والدي. ها بالنسبه لي دبابه فيرجن 4 تعرفون اختراقها كان 152 ملم، اختراقها 293، دمج 650، الجول 360، دمج 650، الهاي اكسبلوز 90، دمج 840. افضل شيء هو تقدر بالفيرجن 4 هو تعال هذا المكان من على هذا الاتجاه، احسن شيء لك يكون باعتبار تقدر تقول عندك يعني شويه تقدر تقول شويه جان ديبرشن باعتبار اكو ار تي يعني مذاكرات القوي، واحسن ماتش ميكن يعني تقدر تقول تقدر تنزل بيه. يعني حاليا هسه كان ماتش ميكن باللعبه مثل ما تشوفون تعرفون يعني باللعبه تير 7 اذا تنزل بلاتون ينزل لك 8 9 دائما فوقك بتيرين. مثل ما تشوفون حاليا متقدمين على الانمي، مو متقدمين علينا حاليا 2-1 مثل ما تشوفون. حاليا دمج اول ضربه جت بالاوبجكت 263 رايت ان كيتشن رايت ان كيتشن بقت اون ذا موف 666 احلى شيء دمج احلى شيء هاي ار ان جي اهم شيء ار ان جي يكون حلو بالجيم. حاليا دمج مثل ما تشوفون 1282 بلاك دمج 240. حاليا تقريبا انا مسيطرين عليه، بتقدر تكون مسيطرين عليه هذا الاتجاه احنا مسيطرين عليه باعتبار باتشات والاوبجكت 430 والويزت 230. اللورين يظل روحه ما اعرف شو ظل واقف، يمكن ما يضرب روحه انكشف. ايزي دمج 687 كل شيء يعني كهاي رول يعني اعتيادي 600 يعني كل 160 يعني مو مشكله 650 نحاول نضرب اليود سيدي بال وبالجيك بانثر 100. اها عندك التورتس ما فاتح الجان، كان بعد بقينا اول اختراق اللي اندمج مالته 230 مثل ما تشوفون. عندنا نشوف نحاول اليودس يعني اعتقد نقدر نسيد من فاير نايس حلو 997 ايزي دمج دبابه اوبي مثل ما تعرفون. اوه عادي ما يقدر يخترق اكيد جاك بانثر جاك تايجر بي زي 100 ما يقدر يخترق. مثل ما تشوفون حاليا دمج ايزي دمج 3919. عندنا حاليا ما بهاي الطريقه انا بهذا البيتش موقف ما اقدر اتقدم، يعني تقدر تقول اكو توكتس تقريبا هذا قال ما تعتقد السحبه يمكن اعتقد 3 ثواني او 5 ثواني اعتقد يعني بهذا الجيم. عندنا مشت مثل ما تشوفون تايجر 2 كدباب الايم تايم 1 بوينت تقريبا 1.80 او 74 هيك بالضبط، يعني تقريبا تقدر تقولون الايم تايم قرع اوبي الشغله عاديه. هذا المكان تقريبا هسه مثل تشوف اذا اظل اتقدم وارجع بين هذا المكان دا استغل الارض شكل الارضيه او القاع مثل ما تشوفون. تايجر 2 ايزي 649 هذا المكان دائما تقدر تستخدمه باعتبار لو لبيت ما تك ما دبابه يختفي شويه يضيع قدام، لانه مو تقدر تستخدم بابتك ترجع شويه على الخل يعني المكان القاع مثل تصير بيها نزله فما يقدر يخترقوك بسهوله. مس ويا التوتس يعني حاليا توتس ودي يطلع منه تقريبا شعره فقط من الكمبوره مالته ومو ايزي تقدر تخترقه. بالنسبه لي يعني بالنسبه للدبابات يعني كاختراق 290 ما احتاج اضرب جولد، يعني شويه تقدر تقول لك شويه تعب نفسك تقدر تخترق يعني شويه لو ربيت مو كله هو دمج تقدر تقول. مثل ما تشوفون بهسه بهذا قدمت وتوتس عادي غلطه قدمت شويه باعتبار 32 قدم يعني ما قدرت اتقدم اكثر من اللازم. ياكو جاك بانثر 100 مثل ما تشوفون جاك تايجر بيزا 100 يعني يقدر 1000 وشويه يشيلني
اوه نايس 603 رول مو مشكله. حاليا دمج 4870 اسس دمج 2503 اس و بلاك دمج عفوا اسس دمج 147 لا شيء. لا حاليا توب 9 اقدر يمكن اعتقد اقدر اخذ شوي اهرب من يفلت اي امزين ما لحق هسه لازم منا تحاول تركز على باعتبار جي بي جي اي زد اي 100 وان شوت يقدر يضرب فوق الف لازم تخلص منه وهم ساعد اي زد اوبجي كلاس تي ما اعرف شلون ضربنا بالضبط لور بليد كمبورا رق رشد باعتبار طاقه 270 اعتقد ما يمكن كمبورا اعتقد كمبورا اي جوج كمبورا او لور بليد زايد بس لور بليد ما ضرب اعتقد كمبورا عادي ار ان جي مو مشكله حاليا دمج مثل تشوفون 5000 وتايجر 2 محظوظ نا غلطه سويت تصليحي كان المفروض ما اصلح لان لو شويه متاخر تايجر 1 ما يقدر يخترقني ويستغل والتصليح الحرام استغلته بالتايجر 1 بالتايجر 2 ما يقدر يخترقني هو نا حس باحس الحاله لو ما عندي قليل كان ديبرشن يعني تقدر تقول تطش سوي باي باي حاول قتله بيجي 580 دمج حاليا دمج 6264 بلاك دمج 3400 اسس دمج 343 يعني غلطه بسيطه كان كلفتني تقريبا توت سكتني ايزي هو ما يستخدم جولد ليش مثل ما تشوف بده يحترق اللور بليد كل اللور بليد ايضا كان حاليا 4 كيلد مثل ما تشوفون اخر كيلد كان هو كان التوتس عندنا مثل ما تشوفون بقى التي 49 وتلاقي اوبجكت 263 والتي 110 ايفو تي دي 2 تي دي 1 لايت كلاوس اوبجكت كلاوس اعتقد ايه ايزي هيت وباعتبار النزله مالته يضرب جولد جولد تقريبا 300 ما اعرف شلون اخترقهم بالضبط بس اعتقد من مكان نزله هو اعلى مني دبابه تحترقهم بسهوله حاليا دمي 7000 وسينون فاير اخر هيت اعتقد اوه نايس ليس 5 كيل مثل ما تشوفون نحاول نلحق على الكيل السادس ودمي 7000 نحاول ويا ناخذ توب جان توب جان اذا ما يقدر محظوظين باخر تشانس اخر لحظه العفو يعني الاي 4 لو شويه هاي اكسبلوزن مالته مو صاعد هاي لود يعني كان كتندم ضربه واحده يعني اللود مالته ار ان جي صار 286 حاليا بالنسبه لي اعلى دمج وصلته بحسابي ما اعرف انا بالنسبه لي هو اذا اعرف اذا تقدر تكتبوا لي بالكومنت اعلى دمج موصي شلون بحسابكم انا اعلى دمج حاليا وصلنا هو هسه بالفيرجن 4 هو 7145 اعلى دمج مسوي نشوف النتائج نتائج مثل ما تشوفون كلاس 1 كلاس 1 مو ماستر ما اخذ كلاس 1 اكثر من مره ب 7000 دمج بس هو تير 10 شويه الدبابه ما عبره تقريبا ما عبره 100 متر تقريبا 60 او 55 متر الواصل بالدبابه البتل كم بتل لاعب بها الفيكتوري مثل ما تعرفون خب نجمه او كريدت محصل باللعبه 54477 اكسبيرينس محصل باللعبه 2582 ستيل وور هاي كاليبر تانكر سنايبر باعتبار طابة التايجر 2 من مسافة تايجر 2 والاعتقد اي تايجر 2 واليودس طبعا مسافة 300 متر تاخذ تنكر سنايبر وتوب جان 6 كيل تيم سكور تقريبا مثل ما تشوفون الاعتماد كله عليه لازم الاف في عندنا هنا ما اعرف شوف 1500 ضربة واحدة ماخذ عندنا الاس يو 101 زيرو دامج الانف ام 41 90 ام ام اللايت صفر دمج عندنا الاوهو باعتبار كان بالهيفي واي اعتقد كان مواجه السوبر بيرش اعتقد مواجه كان تي 110 اوبجكت 257 بس ما اعرف شلون ضارب هاي اللي مستخدم الجن الاي بي معقوله بس الا جن هاي اكسبلوزف بس حتى ضرب كان هاي اكسبلوزف ما اعتقد يوصل لهالدمج 144 114 هاي دمج اعلى شيء باللعبه يعني اعلى شيء بالبتر عفوا مو باللعبه اكو عالم واصل اعلى شيء بدمج عندنا الانمي تيم اعلى دمج واصلي هو الاوبجكت 263 هو 3426 3 كيل تي 49 3000
تورتس 100 1171 اعتقد من عندي ما اخذه اعتقد بالضبط او تقريبا 500 او 600 اخذ من عندي دمج. تنلعب بدون بريم مثل ما تشوفون، خاصة 6000 اذا ويا بريم تربح التوتال الكريدت حصل 81716 ربح 20000. اتمنى لهنا وصل نهاية الفيديو او الريبلاي، اتمنى عجبكم الريبلاي واعطوني شنو رايكم على الابديت الجاي على 1.0.2 تقريبا، التحديث الجاي تحديث الدبابات الاوبجكت 277 والكي بي 91 حتيجي بداية بالابديت الجاي، والنيرف صار الاوبجكت 268 فيرجن 4. ان شاء الله اشوفكم بالبليجي، مع السلامه شباب.